وحتى من متتبعي دوري نجوم قطر. الكرة عند نذير بالحاج تقدم على جهة اليسار. نذير يلعب كرة عرضية لكن العرضية من لعب أمام الريان وخسر بهدف دون مقابل في نصف النهائي قبل أن يلعب الريان أمام الغرافة على المباراة النهائية ويحقق اللقب. كرة ملعوبة إلى نذير بالحاج. نذير بالحاج عدى من الجهة اليسار، الكرة موجودة عند نذير، يلعب كرة عرضية. نذير بالحاج مرت أمام الجميع واصلة إلى مصلحة السد عن طريق الهيدوس. الهيدوس الآن عند الدقيقة 10 ماذا يفعل؟ يرجع الكرة للخلف إلى وسام رزق اللي يجرب نفسه في تسديدة. الله، جزاء موجود والتمريرة إلى طلال بلوشي ثم وصولا إلى نذير بالحاج على الناحية اليسار. نذير يلعب عرضية من جديد بعد الإصابة كوسولا. نذير بالحاج على الجهات اليسرى يتقدم. نذير يصل إلى منطقة الجزاء، يمرر الكرة ممتازة إلى عبد القادر كيتا والتسديدة طائشة من كيتا. طلال بلوشي موجود، طلال يمرر الكرة خاطئة ترجع لمرة الثانية طلال، أو الكرة واصلة إلى ضابط الإيقاع إلى عازف الألحان إلى وسام، إلى كرة للجهات اليسار عن طريق نذير. ونذير عرضية ليس لها عنوان إلا الست ياردات خلفان خلفان، وتمريره الى الجهه اليسار الى نذير الى ماما دنياك. ما فيها ضربه، ما فيها اوفسايد. نيانج مرر الكره الى خلفان، وخلفان تسديده مقطوعه من خلفان، مقطوعه من خلف. في نظام الذهاب والاياب وكانت بدور ربع النهائي بنفس هذا الدور فاز السد على ملعب الوكره 3-1، وفي ملعبه في جاسم بن حمد فاز 3-2. هذه كره موجوده لمصلحه السد ممتازه، مرور في منطقه الجزاء وتسديده الى خارج ارض الملعب. يحاول يعدي كيتا، يوزع كره الى الجهات اليمين الى مصلحه السد. الان في كره عرضيه ملعوبه الى منطقه الجزاء مقطوعه واصله الى عبد القادر كيتا. كيتا عدى عبد القادر، عبد القادر يسدد. الله، عدت الكره الى خارج ارض الملعب لضربه زاويه. محاوله ممتازه من عبد رزق، راحت الكره على الجهات اليمين الى مصلحه السد. الان على الجهات اليمنى السد عند ثلث ساعه متقدم في المباراه بهدف دون مقابل، يبحث عن هدف ثاني. كره عرضيه مرت بعيده، كره اللعب الى الجهات اليمين. يعني نعلم ان الطقس له دور كبير في شوط المباراه الاول من خلال الشوط الثاني من المباراه، وان يعادل النتيجه في حين السد يريد ان يهرب بنتيجه المباراه الان بهذه اللحظات ومنذ البدايه، منذ بدايه شوط المباراه الثاني. كره الى منطقه الجزاء الى تسديده سهله جدا من اللاعب، لكن السد ايضا هو الاخر يريد ان يضيف هدفا ثاني يؤمن له موقفه في نصف النهائي، ولذلك نحن موعودون بشوط ثاني اخر من نوع اخر. والكره عرضيه ملعوبه مقطوعه الى الهيدوس، والهيدوس وصل، والكره الى خارج ارض الملعب وصلت. اذا كان خلفان لم يقدم الكثير في هذه المباراه، نشأت هو الاخر لم يقدم الكثير. يوسف احمد الان واحد من الانطلاقات السريعة، عرضية من يوسف والكرة عدت إلى خارج منطقة الجزاء. كان متواجدا على الجهات اليسار ماماد نيانج، يأخذ كرة ممتازة على الجهات اليسار، عدى نيانج، نيانج يلعب عرضية. يوسف أحمد وسط الملعب، وسط الميدان فارغ للزعيم تماما. الآن الكرة موجودة عند حسن هيدوس، مرر الكرة إلى مسعد الحمد، مسعد الحمد وصول على الطرف الأيمن، الحمد يبحث عن زميل. عرضية لمين؟ عرضية لوين؟ وصلت إلى مامادو نيانج، نيانج عند الكرة، تباطؤ في تنفيذ الكرة العرضية من نيانج. خلاص ماتت الكرة، ماتت الكرة، ماتت ماتت ماتت. تكابرون ثم تكابر. مصلحة السد ملعوبة إلى يوسف أحمد، 2-1، 3-1. يوسف وش هالبطء، وش هالبطء العجيب. يوسف أحمد مع الكرة خلصها. حتى محاولات خجولة في شوط المباراة الأول، يعني 25 دقيقة أستطيع أن أعبر عنها أنها 25 دقيقة عادية جدا في كرة القدم. 25 دقيقة لم تكن تحمل الكثير. وسام رزق، وسام رزق يلعب كرة ساقطة إلى منطقة الجزاء، مرت الكرة إلى أن وصلت إلى مامادو نيانج. مامادو نيانج يلعب كرة إلى كيتا، كيتا محاولة التسديد لكن كرة كيتا بعيدة إلى خارج أرض الملعب. كيتا يلعب كرة إلى مامادو نيانج، خروج من أحمد سفيان موقود، يحصل على الكرة لاعب.
تتقدم للأمام، انطلق كيتا، تقدم كيتا، يبحث عن يوسف، يوسف تحرك بدون كرة، لكن كيتا ما زال يبقي الكرة معه، وثم بعد هذا المجهود الكرة إلى خارج